السلام عليكم يا أخواني. أنا القائد الرئيس السوداني المشير عمر البشير، الناس بيسموني بشا. أنا أعظم دكتاتوري في تاريخ العالم، لأنه هو حس في خرطوم هنا هو قاعد بس بكرسي، هو قاعد يشوف نفسه برا. لكن أنا الخلاني، أنا عملت زي ده، أنا شني لف رازه ده يمشي كده ويمشي كده، عشان يعرف ذاته في أهلي هناك وفي غانجا هناك وفي سابيدا هناك وفي سابيدا هناك، عشان يعرف ذاته.